بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بالكرام إخواننا المهتمين بشؤون الزراعة سواء المنزلية أو الحدائق أو الزراعة المائية، أي زراعة كانت أهلا وسهلا بحضراتكم. وبعلق أو بعترض على هبدة جديدة طالعة على اليوتيوب. الهبدة دي بتتكلم على إن التوم ده هو فصوص التوم دي، تمام، لما بنغليها وبنحطها في المية أو بندقها وبنحطها في المية وبنقعدها 24 ساعة، بناخد المنقوع بتاعها وبنرش بيه النبات، ما شاء الله النبات حبة، النبات بقى 10 على 10. بدون ما تهاجمني كده بالراحة واستهدى بالله كده، وتعالى تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. أولا التوم ده هو بدل ما بعمل اللفة اللي هم بيقولوا عليها دي، أخد 7 فصوص توم، ومش عارف 7 ليه بالذات، الأخ السوري بيقول 7 ومش عارف ليه 7 بالذات، يعني تمام، ال7 فصوص توم ليه؟ ما قالش متوسطين ولا غير، المهم 7، حتى ما ربطهاش بوزن ولا حاجه. وأمن فرمهم وبعد كده سقطهم في لتر ميه مغلي، وقال لك نسيبهم 24 ساعه، ومش عارف برضه ليه 24 ساعه يعني، وناخد المنقوع بتاعهم ويلا يلا يلا نرش. لما نرش بالتوم هنقضي على الامراض الفطريه والبكتيريه والحشريه والاكروسيه. اوبا الله اكبر. طيب انا بدل ما انا بقول لك انت واسمعني خالص او سمعوه الفيديو ده، انا بدل ما انت بتقول حضرتك احط التوم ده، طيب ما اجيب التوم اللي هو البودر ونقلبه ونرش، بالنسبه للمزارع الكبيره طبعا، ونرش الارض كلها، ويبقى بدل ما انا بعمل برنامج مكافحه للامراض الفطريه والبكتيريه والحشريه والاكروسيه، يبقى جبنا التوم وتوته توته، خلصت الحدوته حلوه ولا ملتوته زي المصريين ما بيقولوا. اذا فالكلام كذب من اوله لاخره، تمام؟ ليه كذب؟ يعني اللي ردده المصري هو اللي ردده السوري، هو اللي ردده المغربي، والناس ورا اوه، ما احنا الوطن العربي اساسا، ده احنا صدقنا ان الراجل هيعمل لنا سيخ كفته وهيأكله لنا، مش في مصر حصل كده ولا ده حصل، تمام؟ يعني فالتوم ده، التوم ده زي الاخ ما بيقول، التوم ده لو بينفع كان نفع نفسه. ليه بقى؟ ما هو التوم ده حضرتك بيصاب بالجعل بالنسبه للامراض الحشريه وبالتريبس وبيصاب بالاكاروس وبيصاب بالامراض الفطريه لدرجه ان دي نفسها بتصاب بالعفن الابيض، تصدق؟ التوم. طب التوم ده لو هو بيخلص البشريه من كل الامراض اللي موجوده على النبات، طب ليه ما نفعش نفسه؟ ليه التريبس بينزل بيدمر لنا التوم؟ ليه الصدف اللي هو مرض فطري بينزل بيقضي على التوم؟ ليه العفن الرقبه بينزل بيقضي على التوم؟ ليه الاكرس والعنكبوت بينزل يقضي على التوم؟ لما التوم فيه كل الحاجات دي، يعني فيه الحاجات دي كلته. فبالله عليكم يا جماعه الخير، يعني اللي يتكلم وبعدين يقول لك ايه؟ بيقول لك انا حتى لحد دلوقتي الباحثين ما عرفوش ايه اللي في التوم بيخلي يعمل المفعول السحري ده، يعني الباحثين ما عرفوش في التوم. طب التوم ممكن الانسان ياخده على معده فاضيه ماشي، عشان الديدان بيساعد في الهضم، الكلام ده كلته فيه، ولكن التوم اللي بتكلمه على ان هو للزراعه، تمام؟ فايه ايه ايه يعني هيعمل ايه للزرع يعني؟ ومش حتى يعني لو انت قلت لي حشره اقول لك اصله حراق شويه وممكن يشيل المن ولا حاجه، تمام، بس برضه حتى لو اعمل له تجربه على المن مش هيعمل حاجه، تمام، اقول لك كده. ولكن هتقول لي فطر، هقول لك هيعمل ايه للفطر يعني؟ ده هيعمل ايه للفطر؟ انا لما بيصاب عندي مبيد، لما بيحصل عندي تريبس، ده التريبس بينزل في الغمد بتاعت الورقه التوم نفسها او البصل، ودول لان البصل والتوم بيبقى قائم كده، تمام، فلما بنرش لازم الخرطوم الرش نفسه او البشبور الموزع يكون واخد الاتجاه الرأسي عشان المبيد يدخل لجوه يجيب التريبس، تمام. التريبس بتدمر التوم وبتدمر البصل، ما نفعش نفسه ليه التوم لما انا هرشه هياخد الحشري؟ قال لا، التوم ده هو بالله عليك يعني ليه ما دمرش الجعل، ما دمرش الاكرس، ما دمرش الامراض الفطريه، وعلى راسها الصدى من اكتر الحاجات اللي بتدمر التوم. البياض الدقيق من اكتر الحاجات اللي بتبهدل التوم. قال لا. طب ليه ما ليه طالما الراجل ده هو المحترم ده هو اهو ده توم، ليه التوم ده ما وقفش القصه دي لما هو يعني كده؟ يا جماعة الخير بالله عليكم عشان ما تفشلوش، بس
هتقول لي اصل ده طبيعي، اليابان على فكره عامل مليون مبيد لكل حاجه في يوم واحد، او انك ترش وتغسل انت بتاكل، هو بأثر على الحشره ما بأثرش على صحتك على فكره، يعني في حاجات موجوده كده تمام. ف اللي براعي ربنا في المبيد وفتره التحريم لا يخص ان هو يشتغل بالثوم ولا يشتغل بالبصل، يشتغل بالمبيدات. صدقني والله اعلم واقول شهيد، لو انا نفذت الكلام اللي في الثوم ده هو واعتمدت بقى يعني اعتماد كلي على الثوم، اعتقد ان صاحب المشروع ممكن يجي يضربك بالنار، لانه تقريبا بعد ما تستخدم الثوم بشهر يعني مش هتلاقي اصلا نبات، لا بسبب الامراض الفطريه وبسبب الامراض الحشريه وبسبب كل حاجه. فنهدى كده ونفكر بالراحه يا جماعه، ده كلام فاضي والناس بتضحك عليكم بيه، والله على ما اقول شهيد، وانتم حرين يعني اعملوا اللي انتم عايزين تعملوه.